دلوقتي في اداء الاهلي عموما مع محمود الخطيب؟ هو كويس بس هو في كام صفقات مش كويسه اداريا وفنيا. انسان ناجح يعني مش هي يعني انا شهادتي في محمود الخطيب مش هضيف له شيء يعني. عمل شغل جامد مع الاهلي ودايما بينجح كل سنه. هو مستوى كويس ومبادئ الاهلي كويسه وهو بيحافظ عليها. ده جمال من ساعه ما كان لاعب لغايه نائب لغايه رئيس النادي الاهلي. اداء ممتاز، بطولات هايله، صفقات ممتازه. دلوقتي المفروض ان هو عيان وهيسافر يتعالج، ممكن توجه رساله لمحمود الخطيب؟ ألف سلامة وربنا يرجعه لنا بالسلامة. ربنا يتمم عليه شفاء قريب إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويشفي كل مريض. ألف سلامة على محمود الخطيب وربنا يقومه بالسلامة يا رب ويمسك الأهلي أكثر ما هو كويس. ربنا يرجعه بالسلامة ويخليه جمهور الأهلي والنادي الأهلي. ربنا يشفيه ويقومه لنا بالسلامة. كل جمهور الأهلي وراه بالدعاء. إن شاء الله ترجع لنا بألف سلامة إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يشفيه ويشيل من عنه الغمة دي بإذن الرحمن يا رب. الخطيب لما نيجي نقول له ربنا يشفيه. انت تستاهل كل خير. اي مصري زمالك اهلي اتحاد اسماعيلاوي عمره ما يتمنى للخطيب الا الشفاء العاجل ويرجع لنا بالسلامه. بنقول يا رب ارجع لنا بالسلامه طبعا.